عودة بعثة الرياضيين المغاربة بعد الحصيلة المشرفة في باريس. حطت بعثة الوفد المغربي الذي شارك في الألعاب البارالمبية بباريس يوم أمس الرحالة في أرض الوطن، ووصلت البعثة إلى مطار رباط سلا الدولي مساء أمس الثلاثاء وسط حضور إعلامي كبير والبعض من ممثلي السلطات المحلية والوصية. وحقق الوفد المغربي إنجازا بارزا في النسخة الأخيرة من الألعاب البارالمبية، حيث احتل المرتبة 31 بعد أن نجح في حصد 15 ميدالية، مما يجعل هذا الإنجاز الأفضل في تاريخ مشاركة المغرب في الألعاب البارالمبية. فالحمد لله احنا جد سعيدين بالنتائج اللي حصل عليها المنتخب الوطني للرياضة البارالمبية في الألعاب البارالمبية باريس 2024، بحيث تم الحصول على 15 ميدالية وتحطيم رقمين قياسيين عالميين وتحطيم رقم قياسي بارالمبي. كما التهنئة ديال سيدنا الله ينصرو تنعتزو بها وتنفتخروا بالتهنئة ديال سيدنا، واللي غادي تكون مصدر ديال الاعتزاز، وغادي تخلي الرياضيين انهم يجيدوا يشتغلوا ويجيدوا يتدربوا باش ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن ديال سيدنا وحسن الشعب المغربي، باش يكونوا في المستوى المطلوب دائما في المنافسات الكبرى.